مرحبا، أنا اسمي نورما وأنا الآنسة أو المعلمة رح أتعلمكم بحصة اللغة العربية. وبحصتنا رح نتعلم أحرف الهجائية أو الأبجدية، ورح تصيروا تعرفوا تقروا وتكتبوا. مشان هيك لازم على طول على طول تجيبوا معكم قلم ودفتر حتى تتمرنوا بالبيت كيف تكتبون وتقرون. واليوم أنا محضرتكم إشياء كتير حلوة. جاهزين؟ بس قبل خلونا نسمع أغنية الأبجدية سوا. غريب، معقول شي غريب يا أصحابي عم بيصير؟ حرفنا لليوم بيتغير شكله. ايه بيتغير شكله، بيصير عنده أشكال كتيرة. بدكن نتعرف عليهم؟ ايه بتعرفوا أنا كتير محمس، فإذا قبل رح خبركن شو اسمه. اسمه هالباء ولفظها ب. اسمه هالباء ولفظها عيدوا من وراي. اسمها باء، افتحوا تمكن منيح، باء وصوتها ب. هيدا شكل الباء يلي عادة منشوفها مش متصلة، يعني منفصلة. اسمها الباء منفصلة. تعرف شو يعني منفصلة؟ يعني ما بتمسك حدا تاني، على طول على طول بتضل قاعدة لحالها، ما بتمسك حدا تاني. هيدا أول شكل. بينما الشكل الثاني تبعه للباء هو هيدا الشكل، زغرت منيح شيء، وهيدي كمان اسمها الباء وصوتها ب. انتبهتوا؟ اسمها الباء وصوتها ب، بس شكلها تغير، بطل شكلها مثل قبل، بطل شكلها هيك، صار شكلها هيك. هيدا الشكل الثاني تبعه للباء، بس هيدي تمسك. ايه بتمسك من هيدي المي، انتبهتوا؟ من هيدي الميل ما بتمسك، بتمسك من الميل التاني. فإذا هيدا الباء كمان، هيدي الباء اسمها الباء وصوتها ب. وكمان في عندها شكل جديد. يه شي غريب، شكل ثالث كمان هيدي الباء، وبتمسك كمان هيدي، بتمسك على الميلتين. عشان هيك بنقلها متصلة من جهتين. بتعرفوا وين نلاقيها؟ هلا بعد شوي بخبركم. بس بعد في شكل واحد، في شكل واحد بعد رح افرجيكم اياه. هيدا الشكل شكلها مثل اول وحده
بس انتبهتوا شو فيها؟ انتبهتوا شو عندها جديد؟ عندها ايدها الصغيرة هون. ليه قولكن عندها هالايد؟ مظبوط، لأنه كمان بتمسك. شو بتمسك؟ تمسك أصحاب الأحرف التانين. هلأ بعد شوي بخبركن عنهم ومنشوفهم سوا. هلأ رح تقولوا من وراي حتى تحفظوا صوتها كتير كتير منيح. فإذن اسمها الباء وصوتها ب. عيدوا، اسمها الباء وصوتها ب. عيدا شكل، اسمها الباء وصوتها ب ب ب. هيدا الشكل الثاني، كمان هيدا شكل، اسمها الباء وصوتها ب ب ب. لا تنسوا ب ب. وهيدي الباء، اسمها الباء وصوتها ب. بس فيها شيء كتير مميز للباء، انتبهتوا له؟ شو عندها الباء؟ في شيء عم يسبح تحتها. شو هو؟ نقطة. إذا ما حطينا نقطة بتبطل باء، ما بيقعد في عنا صوت الباء. ولكن عطول عطول لازم نحط لها نقطة. انتبهوا وتذكروا، الباء عندها نقطة. الباء كأنه تم كبير عم يضحك وعنده نقطة. ما تنسوها، باء مع نقطة، باء مع نقطة. ما تنسوا يا أصحابي. فإذن اسمها الباء ولفظها ب. بتعرفوا؟ تذكرت في محفوظة كتير كتير حلوة أنا حابة إنه أعلمكم إياها. مستعدين؟ يلا. بتقول باء باء ما أحلاها، هي في باب، هي في بطة ولها نقطة لا أنساها. كتير هينة، كلماتها كتير حلوين وبسطين. يلا رددوا ورائي، عيدوا من ورائي حتى نتعلمها. 1 2 3 جاهزين؟ باء باء ما أحلاها، باء باء ما أحلاها، هي في باب، هي في بطة كوانك كوانك ولها نقطة لا أنساها. يلا كلنا سوا مع بعض، جاهزين؟ يلا. باء باء ما أحلاها، هي في باب، هي في بطة ولها نقطة لا أنساها. فإذا ما تنسوا يا أصحابي، الباء عندها نقطة. فإذا اسمها الباء وصوتها ب. ومثل ما شفنا الباء عندها أشكال، وهلأ رح نجرب نتعرف كيف نكتب الباء على اللوح سوا. باء باء ما أحلاها، هي في باب، هي في بطة ولها نقطة لا أنساها. وهلأ صار وقت إنه نلعب. جاهزين؟ مثل العادة أنا رح أقول كلمات وأنتوا بدكم تسمعوا كتير منيح وتنتبهوا. إذا فيها صوت الباء لازم تعرفوا شو تعملوا اليوم؟ تصرخوا بأعلى صوت باء. أوكي؟ سيان جاهزين؟ يلا. أول كلمة، أول كلمة يا أنسة نور، ما أول كلمة؟ بقرة. ما سمعت صرخة كبيرة، ما سمعت صرخة. أرجع عيد. بقرة. أحسنتم أحسنتم. كلمة أخرى، كلمة أخرى. باب باب. سمعتوا الصرخة، سمعتها، ممتاز. هلأ كلمة أخرى. بوق 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 بوق. ممتاز ممتاز. كلمة أخرى. كواك 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 كواك. بطة. أحسنتم أحسنتم. آخر كلمة، كلمة
بدي نقي لكم اياها صعبه. بابور. بابور. ممتاز يا اصحابي. اذا ما تنسوا صوتها ب، صوتها ب، اسمها ب وصوتها ولفظها ب. بقرة. بقرة. باب. باب. بطة. بطة. بوق. بوق. بابور. بابور. مثل ما شفتوا يا أصحابي، الباء عندها أشكال، تعرفنا عليهم شيء، بس هلأ رح نجرب نكتبهم سوا على اللوح حتى نشوف كيف وأي طريقة نكتبهم. جاهزين؟ القلم والدفتر معكم؟ يلا جربوا اكتبوا معي أنا وعم بكتب، أوكي؟ حتى تتمرنوا عليهم وتصيروا تعرفون منيح. فإذا أول شكل يلي هي منفصلة أو فالتة ما بتمسك شيء، هيدا شكلها بنكتبها على الزيح وما بننسي لها النقطة. فإذا ب ب رح ارجع عيدها، بنعلي شوي عن الزيح، بنعلي شوي عن الخط اللي بدنا نكتب عليه، بننزل وبنمشي وبنعمل لها ايد تاني. عندها ايدين، كأنه عندها ايدين رافعتهم هيك، ما بدها حدا يدقرها، ما بدها حدا يمسكها. هيدي الباء بنقلها فالتة. شو بنقلها؟ فالتة، ما بتمسك شيء. بينما الشكل الثاني نصها، كأنه نزلت ايد وخلت ايد مرفوعة، نزلت ايد وخلت ايد مرفوعة، يعني هيدي الايد ما بدها حدا يمسكها، بس بينما هيدي الايد بدها تمسك فيها يلي نزلتها. هيدي الباء بنقلها باء ماسكة بأول الكلمة، بنشوفها بأول الكلمة على طول على طول. ليه؟ لأنه من هيدي الجهة ما بدها حدا يمسكها، ما بدها حدا يدقرها، بينما من هيدي الجهة هي رح تمسك، كأنه واقفة بالصف، كأنه واقفة حد أشخاص بالصف، هي بدها توقف أول وحدة، ما بدها حدا يوقف حدها هالمال، بينما أنتوا وقفوا هيديك المال، مشان هيك تعطيهم هي هيدي الإيد، وهي الإيد بتخليها على جنب ما بتدقر فيها حدا. فإذا هذه الباء بنقلها باء فالتة، وهيدي الباء بنقلها باء ماسكة، وهي موجودة بأول الكلمة. هلا أفرجيكم بعد شوي كيف يعني بأول كلمة. وهون باء أيضا، انتبهتوا؟ رح أرجع أكتبها. بتبلش على السطر، بنعمل لها سن صغير، وبنرجع بنعمل لها كمان إيدها الثانية. فإذا هيدي الباء شو عاملة؟ وقفة في الوسط بالنص، وعطيت إيديها للحواليا، ما بدها كانت أول شيء تمسك بالإيدتين، بس هلأ صار بدها تمسك الحواليا بالإيدتين. بنقلها باء ماسكة متصلة، باء ممسوكة يعني بتمسك من جهتين، من هالمي ومن هالمي، أوكي؟ فإذا عندنا باء فالتة، باء ماسكة من جهة واحدة، وباء ماسكة من جهتين. وبعطي عنا شكل جديد، شكل أخير عفوا لصوت الباء يلي هي تمسك بآخر الكلمة. تمسك، شفتوا من وين؟ تمسك بآخر الكلمة، شبيه شكلها للفالتة ولكن عندها إيد صغيرة. فإذا اسمها الباء باء 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 باء. عندها كذا شكل، باء فالتة، باء ماسكة في أول الكلمة، باء ماسكة في وسط الكلمة، وباء ماسكة في آخر الكلمة. ليش في آخر الكلمة؟ لأنه مثل أول الكلمة بدها توقف هي آخر وحدة، ما بدها حدا يوقف وراها، أو ما بدها تمسك حدا بهيدي الإيد، بدها تمسك بهيدي الإيد. فإذا منقلها باء ماسكة، منشوفها واقفة بآخر الكلمة. رح نرجع نقولها كلها سوا، باء باء باء
باء باء. شفتوا؟ باء فالتة، باء ماسكة. في أول الكلمة باء ماسكة من جهتين، وباء ماسكة في آخر الكلمة. ما تنسوا أشكالهم واكتبون على السريع. بس تعرفوا ليه؟ لأنه هلأ رح نشوفها مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة كيف تمسك وكيف بيصير صوتها. قبل ما نتعرف عليهم ونكتبهم، تعرفوا رح نرجع نتذكر مراجعة بسيطة للأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. ولكل أصحابنا يلي عم يحضرونا لأول مرة، برجع بقول إنه الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة رح نشوفهم ونقريهم ونكتبهم كتير باللغة العربية. مشان هيك لازم على طول تحفظون وجربوا قد ما فيكن تحفظون. مشان هيك أنا بحب لهم أشكالهم، جربت إنه نعمل أشكال لهم بجسمنا تنضلنا متذكرين. أول شيء رح نذكر أصواتهم مع الأشكال وبعدين برجع بكتبهم على اللوح. إذن رح نقول اسمها، أول صوت طويل اسمها الألف وصوتها آ. هيد وراي، اسمها الألف وصوتها آ. صوت قصير اسمها الفتحة وصوتها أ. هي أختها الصغيرة للألف، مشان هيك صوتها صغير أ. رح أرجع أقولها، اسمها الفتحة، كأنه عم نفتح إيدينا، شفتوا؟ فتحة وصوتها أ. الصوت الثاني الطويل اسمها الواو، اسمها الواو وصوتها أو. عيدوا ورايي، اسمها الواو وصوتها أو. بينما أختها الصغيرة ضمي، ضمي اسمها ضمي وصوتها أو. عيدوا، اسمها ضمي، ضموا إيديكم لبعض هيك، اسمها ضمي وصوتها أو. والصوت الطويل الأخير اسمها ياء وصوتها إي، اسمها الياء وصوتها إي. بينما أختها الصغيرة اسمها الكسرة، كأنه وقعت وانكسرت، اسمها الكسرة وصوتها إي، صغير مثلها إي، صغير مثلها. هلأ رح نكتبهم على اللوح. فإذن اسمها الألف وصوتها آ. شفتوا شكلها آ مثل العصا طويلة. اسمها الفتحة، طايرة بالسماء، طايرة فوق الأحرف آ، بسيط صغير آ. اسمها الواو، كبيرة أو. وهيدي أختها الصغيرة مثلها أو، صغيرة. اسمها الياء، قاعدي على الزيح وتحت خط، ما تنسوها تحت خط. واختها الصغيرة إيه، كأنها انكسرت، كأن الفتحة انكسرت ونزلت تسبح بالمي. اوكي، فإذا هيدي طايرة وهيدي عم تسبح، هيدي طايرة وعم تسبح. ما تنسوا الفتحة بتطير فوق الأحرف، والياء والكسرة بتنزل وبتسبح. هلأ رح نكتب حرف الباء مع الأصوات الطويلة ونشوفها كمان مع الأصوات القصيرة. أول شيء الباء كتير حلوة كتير هين. فإذن الباء الفالتة منشوفها على طول مع الأصوات القصيرة لأنه هي ما بتمسك. فإذن ب بو، مثل ما قلنا الكسرة بتكون تحت عم تسبح، ب ب بو ب. عيدوا ورايي، ب بو ب. بعد مرة، ب بو ب. نلفظها مع الحركة يلي معها، مع الصوت القصير معها. بينما الباء الماسكة بدنا نشوفها مع الأصوات الطويلة. يعني إذا كتبنا هون باء ماسكة وحطينا حدا الألف، شوفوا باء ماسكة ومسكناها الألف، انتبهتوا؟ باء، شفتوا من وين تمسك؟ باء. إذا حطينا الباء الماسكة مع الصوت الطويل الأو،
نكتبها هيك. هي لا ما بنكتبها على السطر لأنه الواو بدها تقعد على السطر، نحن ما نكتبها فوق السطر. أوكي، بو، نحط لها الباء ونمسكها تمسك شو؟ الواو. بو بو. فإذا الباء الماسكة بتمسك الألف وبتمسك الواو. كمان وانتبهوا كتير منيح كيف بدي اكتبها، الياء بتمسك الياء. فإذا منحطها، رح جرب اكتبها هون، هلا ما في زيح ما في خط، رح أعمله أنا. أوكي، الباء الماسكة منجيبها كمان فوق السطر. انتبهوا كتير منيح، ما تنسوا لها النقطة، وإلا إذا ما حطينا لها نقطة بتبطي الباء. فإذا نعمل لها سن صغير ومنحط لها الياء. الياء بدها تمسك من راسها، نبرم وننزلها على الزيح على الخط، وما تنسوا لها الخط الصغير تحتها. فإذا با بو بي. سمعتوا؟ با صوت طويل، بو صوت طويل، بي با بو بي. طيب قولكم الماسكة من جهتين كيف بتمسك؟ كمان بتمسك، وكمان ايام بنشوفها مع الاصوات الطويله والاصوات القصيره. والباء الماسكه باخر الكلمه كمان بتمسك، وكمان ايام بنشوفها مع الاصوات الطويله والاصوات القصيره. يعني فينا نحط لها فتحه، فينا نحط لها ضمه، وفينا نحط لها كسره. والباء الماسكه من الجهتين تمسك من هون وتمسك من هون. انتبهوا، مش بالضروره تمسك الالف ولا الواو ولا الياء من الجهتين، ولكن في احرف تانية بالمستقبل بنشوفه، وهلا بعد شوي رح نكتب كمان كلمات ونجرب نقريها سوا. بس هلا خلونا نتمرن على صوت الباء مع الاصوات الطويله والاصوات القصيره كيف بنلفظه. نرجع منعيد، ب ب، بس يكون في صوت قصير الفتحه، ب، بنلفظها مع بعض، ب ب، مع الصوت القصير، بو بو، مع الصوت كمان القصير الثالث، ب ب، با با. انتبهتوا؟ ما نلفظهم اثنيناتهم، با بو بو، بي بي. ما تنسوا مثل ما قلنا الباء ماسكه من جهتين تمسك ايام، وممكن نحط لها الاصوات الطويله، والباء ماسكه في اخر الكلمه كمان بتمسك من هاي الميله، وكمان ايام بنشوفها مع اصوات قصيره ان كان فوقها او ان كان تحت. طيب هلا جربوا قروه انا وعم بكتب الكلمات، لانه الاحرف يلي رح اكتب فيهم هدول الكلمات انتم بتعرفون. اوكي، هلا انا رح اكتب وجربوا قروه انتم. اول شيء باء، ب ب، ر، و، د. فإذا أول صوت، شفتوا ليش بنقول ماسكة بأول كلمة؟ لأنه ما بتمسك شيء من هالماء، بتمسك من هالماء. شو ماسكة الباء؟ ماسكة الألف، آ. فإذا باء باء. شو ثالث صوت عم تشوفه؟ شو هو؟ ر ر، بار بار، او بارود بارود. اذا بارود. انتبهوا، الباء على السطر ما تنسوا لها النقطه، والالف طويله. انتبهتوا قد ايه طويله؟ ما بدنا نعملها قصيره لأنه الألف هي طويلة مش قصيرة. بارود بارود. يلا اكتبوها، عجلوا، لأنه بكون ترجعوا تكتبوها لحالكم بالبيت وتجربوا تقروها وتحفظون منيح. الكلمة الثانية يلي هي شو هي؟ عيدوا، باب. ممتاز، احسنتم.
باب. باب، شفنا الباء ماسكة في أول الكلمة والباء الفالتة أو المنفصلة، باء متصلة وباء منفصلة. باب باب. أحسنتم. هلأ كلمة أخرى، عندنا ثلاث أحرف، يعني بدنا نقول ثلاث أصوات، كل حرف شيء مثل الثاني. انتبهتوا؟ هيدي إلى نقطة، إلى نقطة شو اسمها؟ اسمها زي وصوتها ز ز ز. شو في فوقها؟ أ ز ز. ممتاز. ر ر ز ر ب. شفتوا الباء؟ هيدي ماسكة شيء من هون؟ ما بتمسك، هيدي منفصلة. ز ر ب. عيدوا. ز ر ب. شفتوا كيف عم بلفظ الأصوات القصيرة الموجودين فوق الأحرف؟ ما بدنا نقول زرب، في أحرف فوق، في أصوات فوق بدنا نقولهم. ز ر ب. ز ر ب. باروت باب. ز ر ب. كلمة ثالثة أو رابعة، يلا إذن الباء ماسكة، وهون في باء ماسكة، وفي ألف وفي ألف. بابا، كتير منيح. بابا، هي رح تحبوها وتكتبوها للبابا وتفرجوه قديه أنتو شاطرين، أوكي؟ حفظوها منيح واكتبوها للبابا وقولوا له بابا نحن صرنا نعرف نكتب كلمة بابا. طيب كلمة أخيرة، في عنا الباء، في عنا الواو، وعنا الباء الماسكة كمان، وعنا الياء. خلينا نجرب نقريهم. بو بي بو بي. او ب او ب او ب اي ب او ب اي. بو بي بو بي. أنا كتير مبسوطة منكم، كتير، لأنكم شاطرين وعم تشتغلوا وتقروا كتير منيح. هلأ ما تنسوا إنه تخلوا الورقة أو الدفتر على جنب حدكم، لأنه ما رح نكتب بقى، بدنا نشوف. بس بدي أطلب منكم على طول على طول على طول جربوا اكتبوهم بالبيت وجربوا تقروهم بالبيت لتقدروا تحفظون وتضلكم متذكرين. وهلأ صار وقت أنا أكتب جملة على اللوح وأنتوا تحاولوا تكتشفوا وين الباء بالكلمات الموجودة على اللوح. جاهزين؟ يلا. أول كلمة هربة. بوبي. إلى جبال. فإذن هرب بوبي إلى جبال. رح غير الطبشورة، نستعمل لون تاني، وأنتوا أول كلمة اسمعوا منيح وطلعوا منيح. هرب هرب بوبي بوبي إلى جبال إلى جبال. فإذن أول كلمة هرب، هل هناك باء في هربة؟ ممتاز، مظبوط. باء، كيف هي الباء؟ هل هي ماسكة أو فالتة؟ هي فالتة، موجودة لحالة، مش ماسكة حدا ولا بأي ميلة أو جهة، مش هيك؟ بوبي. هل هناك باء في بوبي؟ ممتاز، هناك باء ماسكة من جهة واحدة من هيدي الجهة. انتبهتوا؟ ماسكة صوت الطويل واو، وهون باء أيضا ماسكة. ممتاز، فعنا باء وعنا باء.
إلى. هل هناك باء في إلى؟ كلا. جبال، الجبال، هل هناك باء في الجبال؟ طلعوا منيح. الجبال، أول شيء نحن قلنا إنه الباء في عندها كذا شكل، اللي هي الباء الفالتة، الباء ماسكة في أول كلمة، باء ماسكة من جهتين، وباء ماسكة في آخر الكلمة. طلعوا بكلمة الجبال، أين الباء؟ أنا عم بلفظ ب وقت بقول كلمة جبال، جبال. أحسنتم، هون في الوسط ماسكة من جهتين، شفتوا؟ ماسكة هيدا الحرف وماسكة هيدا الحرف، فإذا ماسكة من جهتين، باء ماسكة من جهتين، الباء عندها فتحة، الباء ماسكة، باء ماسكة، والجبال أيضا ماسكة. فإذا يا أصحابي تعرفنا على صوت الباء، على حرف الباء، اسمها الباء وصوتها ب، وقلنا الباء عندها كذا شكل، لازم نحفظهم، نتمرن عليهم ونكتبهم حتى نعرف نقريهم ونعرف نتعرف عليهم بالكلمات. وهلا خلصت حصتنا لليوم، بس قبل خلونا نسمع أغنية الأبجدية. إلى اللقاء. أنا اسمي Grace. My name is Grace. I am your English teacher. أنا معلمة اللغة الإنجليزية. I am your English teacher. أصدقائي، إذا بتتذكروا نحن صرنا أخذين 5 letters. صرنا أخذين 5 أحرف. بدكن نتذكرهم مع بعض؟ أول شيء أخذنا the letter M, and we pronounce it M, مثل monkey, قرد. وبتتذكروا كمان قلنا إنه كل letter في إلها شكلين, the capital M and the small M, الأم الكبيرة والأم الصغيرة, the capital M and the small M. فإذا the letter M and we pronounce it M, مثل monkey, قرد. إذا بتشوفوا بmonkey كتبت أنا الأم capital لأنه ما في كلمة تانية قبلها وجاي اللتر بأول الكلمة، كرمال هيك حطيتها capital M. تاني لتر أخذناه هو the letter S and we pronounce it S, the letter S and we pronounce it S, مثل sun, شمس. تتذكروا الشمس يلي رسمناها؟ we have عنا الكابيتال S
and the small s مثل sun. وكمان sun حطيت ال s big لأنه الكلمة لحالة وما في قبلها كلمة تانية. ثالث letter أخذنا the letter r and we pronounce it r. تتذكروا the letter r مثل rose وردة. The letter r and we pronounce it r. عنا ال capital r and the small r. capital r and small r. وانتبهوا capital r تنكتب بطريقة مختلفة عن السمول r. وتعلمناها هيديك المرة كمان the capital r and the small r مثل rose ر وردة. واخر letter تعلمناه كانت the letter t. اخذنا كمان p بس t مثل the teddy bear. تتذكروا التيدي بير اللي جبته معي؟ شو كان مضيع التيدي بير؟ كان مضيع التيل تبعه الذنب. تي ته مثل تيل ذنب. عنا الكابيتل تي and the small تي. فإذا the letter T and we pronounce it ت. قولوا معي the letter T and we pronounce it ت مثل tail. Very good. واخر letter هو the letter P. عنا البيج P, the capital P and the small P. Big capital P and the small P. فإذا the letter P and we pronounce it P. And we pronounce it نلفظه P مثل parrot الببغاء. تتذكروا أخذنا the parrot الببغاء. فإذا قولوا وراي the letter P and we pronounce it P. عنا capital P and small P. أصدقائي خلينا نقولهم بعد مرة. عنا M M S S R R T T and P P مثل parrot ببغاء. وكمان أصدقائي نحن أخذنا كلمات. أخذنا words مثل I يعني أنا. I like أحب you أنت أو أنتي. I like you. أخذنا إنه like معناتها أحب. I like you أنت أو أنتي. عيدوا الجملة من وراي. عيدوا السنتنس من وراي. I like you أنت أو أنتي. تاني جملة we. نحن أخذنا إنه I معناتها أنا. We معناتها نحن. We go نذهب to إلى the zoo مدينة الحيوانات. We نحن go نذهب إلى to the zoo مدينة الحيوانات. وإذا بتتذكروا نحن قلنا وقت نقول the بنكون عم نحدد وعم نعرف the zoo المدينة. The zoo مدينة الحيوانات. إذا ما حددت أي مدينة بقول a zoo. بس إذا عم حدد وعم عرف بقول the zoo. فإذا we نحن go نذهب to إلى the zoo مدينة الحيوانات. وآخر جملة my. تتذكروا my شو معناتها؟ معناتها إلي أنا. My mother أمي أنا. My mother. My mother اثنيناتهم فيهم أي letter؟ The letter M. Very good. أخذنا the letter M. My mother أمي أنا. Is on a boat هي على
قارب. on على أخذنا نحنا. on معناتها على. a boat قارب. هنا عم حدد أي بوت أصدقائي؟ ما عم حدد أي بوت، عم قول a boat. ما حددت، ما قلت the boat. فإذا خلينا نعيد الجملة ورا بعض. My mother is on a boat. خلينا نعمل circle على الwords يلي أخذناهن. منبلش I. شو يعني I أصدقائي؟ يعني أنا. Like معناتها أحب. You معناتها أنت أو أنتي. أخذنا we معناتها نحن. we نحن. I أنا. في فرق. I يعني بس أنا. we معناتها نحن. go نذهب. اعملوا معي أصدقائي. go نذهب. go نذهب. to إلى. أخذنا to معناتها إلى. the zoo. the منستخدمها تنعرف وتنحدد. برافو أصدقائي، خليكن متذكرين الwords كتير منيح، لأنه دائما بدنا نجرب نحطهم بsentences تنصير نعمل جمل مع بعض. بالآخر أخذنا my معناتها لي أنا. mother يعني أمي is on a boat، هي على قارب. on معناتها على. بعد في a. أخذنا a نستخدمها لما ما نحدد أي قارب. أنا حددت أي قارب؟ ما حددت أي قارب. a boat مش the boat. انتبهوا الفرق أصدقائي. ما بدي إياكم تنسوا، دايما تذكروا letters يلي أخذناهم والwords يلي دربنا عليهم. هلأ رح أترككم تسمعوا لأغنية الأحرف الأبجدية باللغة الإنجليزية. Let's listen to the alphabet song ومنرجع مناخد حرف اليوم. سامعين هيدا الصوت؟ مثل صوت مواء هرة بسينة. اسمعوا منيح، مثل صوت مواء هرة. تعرفوا شو يعني هرة بالإنجليش؟ معناتها cat. cat حرفنا لليوم هو the letter C. خلينا نكتبه سوا. letter C the capital C. منبلش ببوينت تحت السطر الفوقاني بشوي، منبلش نرسم سيركل من دق فوق ومننزل لتحت، منكمل السيركل منوقف فوق السطر التحتاني بشوي. This is the letter C. هيدا letter C and we pronounce it منلفظه ك. انتبهوا أصدقائي،
اسمه سي and we pronounce it ك. سي ك. خلينا نكتبه مرة تانية وتذكروا هيدا الكابيتال سي مش السمول سي. منحط نقطة تحت السطر الفوقاني، منبلش السيركل، مندق فوق ومننزل، نرجع منوقف فوق السطر التحتاني بشوي. فإذن this is the letter C and we pronounce it مش سي ك. انتبهوا منيح، the letter C and we pronounce it ك. خلينا نكتبه بعد مرة، معكم قلم وورقة دربوا معي. منحط نقطة تحت السطر الفوقاني بشوي، منبلش السيركل، مندق فوق، منرجع مننزل لتحت ومنطلع شوي لفوق السطر. فإذن the letter C, the capital C, and we pronounce it ك. منلفظه ك. انتبهوا أصدقائي ما تغلبتوا، ما منلفظه C منلفظه ك. هلأ خلينا نكتب the small C. السمول C بتشبه البيك C، بتشبه الكابيتال C، بس منبلش من السطر النصاني، منحط بوينت، منطلع سيركل، مننزل للسطر التحتاني ومنرجع منوقف فوق السطر التحتاني بشوي. This is the small C يلي منلفظها ك. We pronounce it ك. Very good أصدقائي، تمرنوا معي منيح. خلينا نكتبها بعد مرة. منحط point تحت السطر النصاني بشوي، منطلع منبلش بالسيركل ومننزل لتحت، منوقف فوق السطر التحتاني بشوي. مثل ما عملنا بالكابيتال سي نعمل بسمول سي، بس الفرق انه ما منبلش بالخط الفوقاني، منبلش بالخط النصاني. فإذا ذكروني أصدقائي شو اسم هيدا اللتر؟ The letter C and we pronounce it ك. نلفظه ك. برافو. خلينا نكتبها آخر مرة للسمول سي. منبلش ببوينت تحت السطر النصاني بشوي، منطلع لفوق ومنعمل سيركل ومنوقف فوق الخط التحتاني كمان بشوي. أصدقائي this is the letter C and we pronounce it ك. خلينا نعيدها، the letter C الحرف C and we pronounce it ك. نلفظه ك. خلينا نشوف the letter C before words بأربع كلمات. منبلش ب cat. ك cat. cat يعني قطة أو هرة. ك car. car يعني سيارة. فإذا ك cat، ك car سيارة، cat قطة. عنا كمان ك can. can يعني علبة. can يعني علبة. وآخر word ك cup. cup كوب. ك cup. فإذن the letter C and we pronounce it ك. مثل cat هرة أو قطة، car سيارة، can علبة، cup كوب. خلينا نعمل circle على letter C مطرح ما بتسمعوا ك. ركزوا معي أصدقائي. cat ك cat بأول الكات عم نسمع ك، وهيدا letter C. نعمل circle
كه cat. The letter C and we pronounce it كه. car. عم تسمعوا كه بكار؟ car. very good. عيد C بأول الكلمة car. برافو أصدقائي. ننتقل للكان، علبة. كه كان. وين عم تشوفوا the letter C؟ هيدي ال letter C وكابيتال C، لأنه كلمة لحالها موجودة C بأول الكلمة وما في قبلها كلمة تانية. فإذا the capital C ومنلفظها كه كان، علبة. نعمل circle على ال C. كه كان. وآخر كلمة C، the letter C capital C بس نلفظها كه بكب، كوب. كه كب. عيدوا من ورايا كب. عم تسمعوا الكه كب. very good. هيدا اللتر C بكب. فإذا أصدقائي عنا كه كات، هرة أو قطة. كار، سيارة. كان، علبة. كب، كوب. كب، كوب. أصدقائي ما تنسوا اليوم حرفنا الجديد the letter C. عنا الكابيتال C والسمول C and we pronounce it، نلفظه كه، مثل cat، car، can، وcup. cup. تمرنوا منيح أصدقائي وما تنسوا إنه letter C ما منلفظه سه، منلفظه كه. وهلأ أصدقائي صار الوقت تنلعب لعبتنا. مثل ما تعودنا أنا رح أقول words، كلمات، وأنتو لما تسمعوا كه مثل the letter C يلي منلفظها كه، بس نسمع كه you touch your nose، بتلمسوا أنفكن. touch your nose. حاضرين؟ يلا منبلش بأول كلمة يلي هي cat. سمعتوا كه بكات؟ برافو أصدقائي. كل اللي بقروا أنفهم، كل اللي لمسوا أنفهم بيربحوا. touch your nose. ك cat. تاني كلمة sun. عم تسمعوا شي ك بالسن؟ ما في ك بالسن. تالت كلمة can. سمعتوا الك؟ can. برافو أصدقائي. can. touch your nose. can. الكلمة اللي وراها parrot. ركزوا منيح. parrot. عم تسمعوا كه؟ أنا ما سمعت كه. parrot. ما فيها كه. we don't touch our nose. ما منلمس أنفنا. don't touch your nose. ما تلمسوا أنفكن. الكلمة اللي وراها cup. cup. سمعتوا الكه؟ كل اللي دقروا أنفهم، كل اللي لمسوا أنفهم، برافو أصدقائي تربحوا. cup. عم اسمع كه. وآخر كلمة tail. tail. فيها tail كه؟ ما فيها كه. ما منلمس ألفنا. we don't touch our nose. don't touch your nose. ما تلمسوا أنفكن. أصدقائي إحنا اليوم بتذكركن أخذنا the letter C يلي منلفظه كه. the letter C and we pronounce it كه. capital C and small C. دربوا منيح عليهم بالبيت وأنا بشوفكن بالحلقة القادمة. باي.
مرحبا يا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ ذكرتوا أنا مين؟ أنا اسمي شمس، ورح كون عم علمكن مادة الرياضيات أو علم الحساب. ذكرتوا؟ برافو يا شاطرين. قبل ما نبلش بدرسنا، أنا خبيتلكن شي ورا ظهري بإيدي. مين رح يحذر شو في بإيدي؟ يلا يلا فكروا فكروا منيح، شو في ورا ظهري؟ يلا مين بيقول؟ نعم؟ لا مش مصاري. يلا فكروا بعد أكتر، علي علي صوتك. شوكولا؟ كمان لا ما في شوكولا. يلا مين بده يحذر؟ شو في بإيدي ورا ظهري؟ قلم تلوين؟ كمان لا. يلا آخر شخص، مين بده يقول لي شي؟ ما حذرته، ما عرفت شو في ورا ظهري، بدكم تشوفوا؟ يلا 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 رح فرجيكم. 1 2 3 ترى ما في شيء. هيك انا كنت بدي امزح معكم هيدا المزحه، بس رح اقول لكم ليه بعد شوي. انا ما حطيت شيء بايدي، بس قبل ما اقول لكم ليش ونبلش درسنا، شو رايكم انا وانتم مع بعض نرجع نسمع غنيه الارقام؟ تذكرتوها؟ سمعناها بالدروس الماضيه، وبدي اياكم كمان تحفظوها كثير منيح، لانه كثير ضروري نعرف الارقام مثل ما قلت لكم تنعرف نعد ونشوف الاشياء يلي من حولنا. جاهزين؟ بدي اياكم كمان انتم عم تسمعوها جربوا غنوها كثير منيح حتى تضل راسخه براسكم. يلا نسمعها سوا. جدي لديه مزرعه فيها هو يعمل، سمعنا غنية الأرقام رح نبلش بدرسنا الجديد. وهلأ كمان رح خبركن ليش فرجيتكن إيدي فاضيين، لأنه اليوم رح نبلش نتعلم أول رقم من الأرقام اللي سمعناهن، وهو رقم 0 أو الصفر، يعني ولا شي. يعني أنا إذا حطيت شي بإيدي ما في يقلكن إنه في 0 بإيدي، في 0 غراض بإيدي، بس أنا حبيت انه خلي ايدي يكونوا فاضيين حتى تعرفوا شو معنات رقم الزيرو او الصفر. خليني فرجيكم اول شيء كيف بينكتب بالعربي وبالانجليزي. خلينا نروح سوا على اللوح. اول شيء زيرو، رح اكتب الكلمة زيرو زيرو يعني الصفر، هي شكلها
مثل هيدا الرقم الأحمر يلي عم نشوفه هون. رح ارسمه. شكلها مثل البيضة، ما هيك؟ شكلها مثل البيضة، بيضاوي. فإذا هيدي الزيرو بالإنجليزي مش بالعربي، بالعربي بعد أسهل، يعني بالعربي تنقدر نكتبها أكيد هي اسمها صفر صفر، بس تنقدر نكتب الرقم بس نحن محتاجين إنه نحط نقطة. هيدا هو الصفر بالعربي، سهل كتير ما هيك؟ فإذا بالإنجليزي وبالأجنب اللغة الأجنبية الصفر شكله على شكل البيضة، أما باللغة العربية فهو على شكل نقطة. كتير سهل. هيدا الرقم رقم الصفر أو زيرو. يلا احفظوا وعيدوا معي، زيرو صفر. اتفقنا؟ يلا آخر مرة، زيرو هيك شكله، نفسه باللغة العربية صفر وهيك شكله. وهلأ يا أصدقائي أنا وياكم رح نعرف بعد معلومات أكثر عن هيدا الرقم لما نشوف شو هي الخصائص تبعيته. مثل كل الأشياء التانية اللي تعلمناها مع بعض، رقم الصفر أو الزيرو عنده خصائص خاصة فيه ومعينة بتميزه عن الأرقام التانية، لأنه الأرقام ما بتشبه بعضها وما عندها أشياء مشتركة، كل رقم مختلف عن التاني. أول شيء عن الصفر أو الزيرو رح فرجيكم هيدا الإيضاح. مثلاً بهيدا الجار أو المرتبان في عنا سكاكر أو كانديز، مزبوط؟ يعني فينا نقول إنه عنا زيرو كانديز؟ أكيد لا، لأنه نحن شايفينهم وهن موجودين بقلبه. بينما بتاني جار أو مرتبان ما عنا كانديز أو سكاكر، يعني عنا صفر سكاكر أو زيرو كانديز، مزبوط؟ طلعوا معي منيح. فإذا الزيرو يعني ولا شيء، كأنه ولا شيء. مثلا في إلكن إنه بعلبة التلوين اللي أنا مسكتها بإيدي في بقلبها أقلام تلوين أو colouring pencils، مزبوط؟ فيني أقول إنه هي فيها zero colouring pencils؟ أكيد لا، لأنه أنا شايفتهم بقلبها. بينما إذا فضيتهم وحطيتهم على جنب وجربت وقع منها شيء وما نزل شيء، صار في يقول إنه عندي زيرو pencils أو صفر أقلام تلوين، مزبوط. هلأ صار فيني أقول إنه صار عندي صفر أقلام تلوين، يعني ما عندي أقلام تلوين. أو مثلاً إذا حملت هيدا الشيء بإيدي، في يقول إنه أنا إيدي فيها صفر غراض أو زيرو items؟ أكيد لا، لأنه بإيدي في غرض أنا حملته. بينما لما بحطه على جنب وبفضي إيدي، صار فيه يقول إنه I have zero items in my hands، مزبوط، عندي صفر أغراض في يدي. فإذا صفر يعني ولا شيء. شو رأيكم هلأ نتعلم غنية زغطورة عن رقم الزيرو أو الصفر؟ الغنية هي باللغة الإنجليزية، رح فسر لكم إياها بسرعة، كثير سهلة. بتقول زيرو زيرو نمبر زيرو، يعني صفر، منعيد صفر، رقم صفر، لوك ماي هيرو يعني طلع يا بطل، There's nothing in my hands يعني ما في شيء بإيدي. هين كتير، يلا جربوا. Zero zero number zero look my hero
There is nothing in my hands. جاهزين حتى تسمعوها وتجربوا تحفظوها معي؟ يلا بتقول هيك. Zero, zero, number zero. Look, my hero, there's nothing in my hands. Zero, zero, number zero. Look, my hero, there's nothing in my hands. سهلة ما هيك؟ جربوا تقولوها معي. يلا. واحد، اثنين، ثلاثة. Zero, zero, number zero. Look, my hero, there's nothing in my hand. Zero, zero, number zero. Look, my hero, there's nothing in my hand. سهلة ما هيك؟ يعني طلعوا منيح وشوفوا انه الزيرو او الصفر بذكرنا انه ما في شيء ولا شيء بايدي. Nothing in my hands. يعني الزيرو الرقم يلي كنا عم نشوفه مع بعض. رح عيده اخر مره، بس هيدي المره رح احمل الرقم بايدي حتى تشوفوه وتحفظوا شكله مزبوط. جاهزين؟ يلا. Zero, zero, number zero. Look, my hero, there's nothing in my hand. Zero, zero, number zero. Look, my hero, there's nothing in my hand. ضلكن حافظينها للغنية وتذكروها على طول حتى تتذكروا رقم الصفر أو الزيرو يلي شكله باللغة الإنجليزية مثل البيضة وشكله باللغة العربية مثل ما شفنا من شوي مثل النقطة. وعا تنسوا هيدا الرقم. هل هذا فيه صفر أغراض؟ مظبوط، برافو. هل هذا فيه صفر أغراض؟ كلا. هل هذا فيه صفر أغراض؟ مظبوط، برافو. هل هذا فيه صفر أغراض؟ كلا. هل هذا فيه صفر أغراض؟ كلا. هل هذا فيه صفر أغراض؟ مظبوط، برافو. وهلا انا وياكم حتى نتذكر رقم الصفر او زيرو رح نعمل شيء كتير صغير مهضوم وسهل حتى انتوا اذا شي مره كنتوا زهقانين وحبيتوا تعملوه تكونوا عم تنبسطوا فيه وتتذكروا شو تعلمنا اليوم. اول شيء رح جيب كرتونه على شكل الصفر او الزيرو بالانجليزي، واكيد ما تنسوا انه لازم يكون فاضي من النص لحتى يبين انه هيدا زيرو يلي عم نحكي عنه. وهيدي الكرتونه من بعد ما علقها على اللوح حدي رح زينها.
لأنه كمان لما زينا أنا أنتوا كمان فيكن تقدروا تزينوا وحدة وتحطوها مثلاً حد مطرح ما بتقعدوا أو بتناموا حتى تتذكروا هيدا الرقم، لأنه كتير مهم أنه نعرفه. وأنا ما بدي زينا لهيدا الشغل الكرتوني اللي هي على شكل زيرو، ما بدي زينا بأشكال عادية، رح زينا بصفورة بالإنجليزي وبالعربي. ما تنسوا أنه بالعربي هو مثل النقطة، رح زينا فيهم وأكيد من ألوان مختلفة. هلأ بخبركن شو هني. أول زيرو رح حطه على زيرو الكبير لونه برتقالي أو أورنج. This is an orange zero number. An orange number رح حطه بهذا الشكل هون. وحده حتى ما ننسى أنه بالعربي كمان نحن بنعرف شو معنات الصفر زيرو، رح حط النقطة تنتذكر أنه كمان بالعربي صفر هو نقطة، والنقطة هي لونها أخضر، a green dot. تاني صفر هلأ رح حطه هو لونه أحمر، a red number. رح حطه على الجهة التانية، وحدة كمان رح حط الصفر بالعربي كمان، بعد رح حط صفر لونه هالمرة بنفسجي أو purple. رح حطه من ميلي تحت، وما بدي أنسى حط الصفر بالعربي كمان حده. وآخر صفر بدي حطه على الصفر الكبير زيرو لونه أخضر green. شفتوا اللون الأخضر؟ رح حطه كمان من الجهة الثانية، ورح حطه كمان بالعربي. طلعوا منيح على هيدا زيرو، حفظوه منيح. معقول كتير تستعملوه بكتير اشياء بحياتكن، يمكن رقم تليفون، يمكن عمركن. هيك انا بكون عم حمسكن حتى تنتبهوا كتير منيح للدروس اللي جاية، لانه بعدين رح تكونوا عم تتعلموا كيف بتستخدموا الصفر او الزيرو بالارقام يلي بنستعملها بحياتنا. وعتنسوا هيدا الرقم كتير مهم، زيرو أو صفر. وهلأ يا أصدقائي نحن خلصنا درسنا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه ومتذكرين كل المعلومات يلي تعلمناها سوا. وعتنسوها، تعرفوا شو؟ حتى ما تنسوها، شو رأيكم نرجع نعيد الغنية اللي تعلمناها مع بعض هلأ ونختم فيها درسنا؟ يلا خلينا نغنيها سوا.